دوم ما خرجنا من كملناش التعليم تاعنا، بابا بيدو معلم في النقش عن حاس هنا، اللي انقطع التعليم يجيبو طول لهنا. عندي اختي تعلموا نقيش النحاس، انا برك دخلت لنقيش اللوح والدولاب هذايا. وعلاش نحب على خاطر انا ملي صغير حاسريني في حانوت تاع نجار يعمل نفس الارتيكل بتاعي، قعد في الذاكره بتاعي. طيحت لي الوحود بتاع راسك. التخشيش هو مهنة وحده، تصور بعد ما تصور تنقب بالشنيول، بعد ثم لام في الماكينة هذيك اللي وريتها لك، تهز هكا وتهبط وتقعرو قعوير دخلاني، ثم التخشيش يسمى خشاش، فلان خشاش مع كان معلم في التخشيش. أنا نعمل أي حاجة منقوشة، قوس حنت حجة هذاك، مرفع أسلحة، أبناك بيرويطة، معناتها أي حاجة تونسية 100%. كي نشتاكت ناخذ كرتونه كبيره نعملها التصوير تاعها ونقعروها بالمربوع، وبعد نحطوها على اللوحه، وبعد كيما قلت لك نقبوها بالستوديو، وبعد نعديها للتخشيش. الفن ما يتعلمش، حتى حد يزق لهم يقول لك صور، اذا انت ماكش مغروم بالتصوير هكا ولا لا مستحيل. ولهذا الصناعه التقليديه عمرها ما كانت علم، الصنعه فن مش للدراسه لا وغرها. مثلا الخدمه الاندلسيه كل الفابي من ا جوسكا زيد لا تلزم تضيف لها حتى شيء، لا تضيف لها ولا تنقص لها. فما البلو تونيزيان يسموه كما يجيب دي بوسعيد، فما الفيربوتي تلقى في الزوي وفي فما البوردو اللي يمشي مع الواحد، والاصفر الحمصي، هذوك كل الالوان تونسيه سمي، والابيض مش ابيض تلقاه بلونسار، هذوك التونسي ما تنجمش تعمل حاجه اخرى. الفيكانز مثلا هاني قلت لك، الفيكانز هو صناعه تقليديه وعن تقريبا 100 سنه في تونس، اما دخلوا بها تلاين قبل ما تجي فرنسا، راهو تلاين واليهود والمالت قبل ما تجي فرنسا. هو كي يجيب معاه المهنه نتاعو، برشا ناس دخلت مع تلاين تعلموا الصنعه هذيك. أنا نحبها، أنا قلت لك نحب، أنا خاطر حليت عيني نقرا بابا نقاش، بون تاع نحاس، مغروم بالتصوير نصور حتى أنا معاه واحد، لقينا أنا في اللوح، هما يتكاملوا، نقش عن نحاس والزربية والتريزة، هذوما الكل صناعة تقليدية والخياطة والشبكة، ما تخافش عليها أنت الشبكة، حاسين كان عندنا متحف هنا، متحف والله متحف، متحف. السائح كي يجيبوهم في الكيران سبيسيال يضرب النهار كامل ويرجع من غدوه. هذه فن، ولو الدار كلها عصريه كي تحط لها مرفع ذاك يعطيها لون اخر، يعطيها ما يتحط وين تحب، وين تحب يتحط.